فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. من الفضائل في هذا الدين فضائل الأعمال التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ربما كررها في المجلس الواحد 70 مرة وربما 100 مرة وكان كثيرا ما يرددها، هي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أستغفر الله، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الاستغفار، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة 70 مرة وهو يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. إنها كلمات أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء لما أكلا من الشجرة، أول كلمة قالاها: ربنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أول شيء طلبوه المغفرة، كانوا يستغفرون. ونزل آدم عليه السلام إلى الأرض وظل سنوات يبكي ويستغفر الله عز وجل. الاستغفار، إبليس لما لعنه الله عز وجل قال: بعزتك لأغوينهم أجمعين، عبادك هؤلاء لأحتنكن ذرية آدم إلا قليلا، سوف أضلنهم، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الله عز وجل يرد على إبليس، قال: لأغفرن لهم ما استغفروني. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. أحلى الكلمات وأجل الكلمات، إن القلب ليصدأ، شفت القلب يحوش مثل الصدأ الغبش، هذا القلب إذا صدأ كيف نجلوه؟ بالاستغفار. أن يجلس الواحد منا مجلسا فيستغفر الله 100 مرة ويتفكر في كلماته، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله. سنة الأنبياء، سنة المرسلين. نوح عليه السلام لما سأل ربه ابنه ثم رجع وقال: وإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. رفع نوح عليه السلام يديه إلى السماء، قال: رب اغفر لي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. نوح عليه السلام أكثر كلامه كان استغفار. كل الأنبياء، موسى عليه السلام لما قتل نفسا قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فاغفر لي، فغفر له مع أنه قتله خطأ، ما قصد ذلك موسى عليه السلام. كل الأنبياء كانوا يستغفرون، حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي غفر الله ذنبه أمره الله فقال: واستغفر لذنبك، مع أنه مغفور له، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأمره الله عز وجل أن يستغفر لأهل الإيمان ليكون قدوة لنا. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي إلى المقبرة بالليل، خرج من فراشه وكانت ليلة عائشة، خرج من فراشه ليلة إلى بقيع الغرقد، ذهب ليستغفر لأهل القبور، وكانت آخر أيامه قبل وفاته
صلى الله عليه وسلم الاستغفار. وما أدراك ما الاستغفار؟ جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: يا إمام، نشكو جدب أراضينا، يعني ما في مطر. قال: استغفر الله. وجاءه ثاني قال: يا إمام، نشكو الفقر. قال: استغفر الله. وجاءه ثالث قال: يا إمام، ما عندنا أولاد. قال: استغفر الله. قال أحدهم للحسن: كلما طلب منك أحدهم طلبا رددت عليه نفس الجواب فقط الاستغفار؟ قال: نعم. ألم تقرأ قول الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل الخيرات في الدنيا والآخرة مفتاحها الاستغفار. جاءتني امرأة قبل فترة من الزمن تشتكي أن الله عز وجل لم يرزقها الولد، ليس فيها عيب لا هي ولا زوجها، حاولت بكل أنواع العلاج لكن لا فائدة، إلى الآن لم يكتب الله لها الولد. نصحتها نصيحة، قلت لها: أختي الفاضلة، احرصي في كل يوم على كثرة الاستغفار أنت وزوجك، ولنفترض في كل يوم وليلة 1000 مرة نقول أستغفر الله، لا أخذ زمنا طويلا، 1000 مرة أنت وألف مرة زوجك، وجربي هذا العلاج واستيقني الإجابة من الله عز وجل. تقول هذه الأخت: بل أنا أقول. بعد فترة من الزمن اتصل علي زوجها يبشرني أنها حامل، ثم ولدت، ثم كبر ولدها بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. حاس بضيق؟ رزقك قليل؟ الدنيا ضاقت فيك؟ تبي الحل؟ من لزم الاستغفار، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لزم الاستغفار أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا فقط لو جلست في صباحك ومسائك تكثر من الاستغفار، تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. عمر بن الخطاب قالوا له: يا عمر، أجدبت الأرض والسماء، ما في مطر، قم فاستسقي لنا. فأخذ يخطب في الناس، ماذا كان يقول؟ فقط يستغفر، يستغفر الله عز وجل ويدعو الناس للاستغفار، لأن عمر يعلم أن هذا هو سبيل نزول المطر. فقلت استغفروا ربكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى. طوبى لمن؟ قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. محظوظ هذا، هنيئا له الذي يأتي يوم القيامة يجد في الصحيفة كل استغفار، هذا هو الذي سوف يفوز عند الله يوم القيامة. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، تغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروا، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب افتحوا.